بالنسبة لهاي الترنيمة عبارة عن مديح لمريم العذراء، يعني كانوا بيمدحوها، وتاريخيا تعود الترنيمة إلى العصور الوسطى. من وين طلعتها؟ بحط لكم إياها أسفل الفيديو بكلمة مور. كمان الكلمات باللغة الإسبانية للإنجليزي، بحط لكم إياها بالإنجليزي أسفل الفيديو. لأنه ما في تحويلات في الترنيمة معنى عجم، عجم ماخدينه من لا، فإنه بالغربي بده يكون مقابله A وميجر. Santa Maria, Estrella do Dia, mostra-nos via, per a Deus se nos guia. Caver, facelos cerrados, que perder, foram per pecados. Entender, de que mui culpados, son mai per ti son. Al mental compañía Santa.